من بيروت ينضم إلي زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. أحمد أهلا بك. المبعوث الأمريكي هوكشتاين زار إسرائيل بالأمس، اليوم يتواجد في لبنان، التقى قائد الجيش. هل رشحت أي معلومات تتعلق بإعادة التهدئة أو التهدئة أو إحداث نوع من التهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هي زيارة حاسمة، وفريد حاسم أيضا هي الزيارة الرابعة للموفد الأمريكي عموس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية التوترات على الجنوب اللبناني في الثامن من شهر أكتوبر الماضي. وصل هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم، ثم توجه للقاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وكان البحث بشكل أساسي حول الوضع في الجنوب اللبناني، ومن مقر قيادة الجيش اللبناني إلى مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني، حيث كان هناك لقاء استمر لأكثر من ساعة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. كان المحور الأساسي للقاء هو المبادرة أو الاتفاق والطرح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال هوكشتاين عقب اللقاء أن هذا الطرح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحظى بدعم مصر أيضا، مشيدا بدور مصر في التوصل إلى هذا الاتفاق وفي جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مدار الفترة الماضية. وأكد أيضا أن هذا الطرح أو هذا المقترح لوقف إطلاق النار حالة وضع تلقائيا على الجنوب اللبناني، وسينعم الجنوب اللبناني بالهدوء مرة أخرى. تحدث أيضا عنه أتى إلى العاصمة، وهذا في تصريح للقاهرة الإخبارية، قال إنه أتى إلى العاصمة اللبنانية بيروت في هذا التوقيت من أجل منع تصعيد الحرب أو اتساع دائرة الحرب والدخول إلى حرب مباشرة ومفتوحة بين لبنان وإسرائيل بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة خلال الفترة الماضية. قال أيضا إنه أن الخسائر التي تعرض لها المدنيون في لبنان وأيضا في الشمال الإسرائيلي هي كبيرة على مدار الفترة الماضية، داعيا إلى ضرورة الحد من هذه العمليات المتبادلة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. وأكد أن الوقت بات ربما أو حان الوقت الآن لوقف هذه العمليات وعودة الهدوء مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني. ثم خرج من عين التينة متوجها إلى مقر رئاسة أو إلى دار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتضمن اللقاء أيضا بحث سبل وقف التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية. وكرر أيضا التأكيد والإشادة بدور مصر وقطر في إمكانية أو في الضغط من أجل التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لينعكس بذلك على الوضع في الجنوب اللبناني. طيب أحمد، فيما يبدو أن هوكشتاين التقى عدد من المسؤولين اللبنانيين سواء قائد الجيش أو رئيس مجلس النواب أو فيما بعد رئيس الحكومة اللبنانية، كل هؤلاء هم مسؤولون لبنانيون رسميون، إلى أي مدى يمكن لهؤلاء المسؤولين أن يضغطوا على حزب الله من أجل التهدئة في الجنوب اللبناني؟ يعني ما دور هؤلاء المسؤولين في الضغط على في ممارسة ضغطا أو في ممارسة ضغط على حزب الله من أجل ربما الالتزام بما سوف أو الاقتراح الذي يعلنه أو يأتي به هوكشتاين أو أي مبعوث دولي إلى لبنان؟ نعم، بالفعل هناك اتصال مباشر ما بين لبنان على المستوى الرسمي ولبنان على مستوى المقاومة، فبالتأكيد هناك اتصالات. والعرض أو المقترح الذي تقدم به أمس هوكشتاين اليوم إلى رئيس مجلس النواب اللبناني أو إلى رئيس الحكومة أو أيضا إلى قائد الجيش اللبناني وعرضوا على الأطراف الثلاثة، سيعرض بالطبع على المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة بحزب الله، وربما سيكون هناك رد. ولكن الأجواء التي نقلت عن هذه اللقاءات حتى الآن أنها أجواء إيجابية. ربما جاء أمس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت بمبادرة جديدة مختلفة عن المبادرات التي قدمها أو الجهود التي بذلها على مدار الزيارات الثلاث، وخصوصا أن التوقيت في هذه المرة أصعب من ذي قبل بعدما وصلت المواجهات عبر الحدود الجنوبية اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة. وبالتالي لبنان على المستوى الرسمي يقوم بنقل هذه الصورة والتباحث أيضا في هذه الصورة مع جهات المقاومة وتحديدا حزب الله ليكون هناك رد مباشر على هوكشتاين فيما يتعلق بهذا الأمر. ولكن المختلف في هذه المرة أن هوكشتاين أيقن تماما أن الجبهة اللبنانية هي مرتبطة بشكل أساسي بالجبهة في قطاع غزة، وأنه لا وقف للأعمال التي تنفذ عبر الحدود الجنوبية اللبنانية وعودة الهدوء مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني إلا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولذلك اتخذت اللقاءات أو اتخذت الجهود المبذولة
لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الحيز الأكبر من المناقشات، ولذلك كان هناك نقاش مستفيض حول المبادرة الأمريكية وأيضا دعم الدول الوسيطة وتحديدا مصر وقطر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار، باعتبار أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سينعكس مباشرة على الوضع في الجنوب اللبناني، وربما كانت هناك أيضا وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها ربما يكون هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إعمار الجنوب وللتنمية الشاملة أيضا في الجنوب بعدما تضررت البنى التحتية بشكل كبير جدا في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي. هذه نقطة هامة أحمد، فقط دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا نقلا عن المبعوث الأمريكي هوكشتاين الذي يقول أن الاتفاق المعلن مع الرئيس الأمريكي يحظى بموافقة مصر وقطر ومجموعة السبع ومجلس الأمن. أثناء زيارة المبعوث الأمريكي أحمد، يبدو أن حتى تبادل القصف بين حزب الله وقوات الاحتلال متواصلة حتى هذه الساعة. أعلن منذ دقائق قليلة عن إطلاق دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي في الشمال الإسرائيلي، آخر التحديثات المتعلقة بتبادل القصف بين الطرفين. نعم، ربما آخر التطورات المتعلقة بالقصف، كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في الجنوب اللبناني وتحديدا رشايا الفخار ومنطقة رشايا الفخار في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وأيضا عدد من المناطق الأخرى، ولكن الملاحظ أن منذ صباح يوم عيد الأضحى وحتى الآن لم ينفذ أي حزب الله أي عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، فذلك حتى الآن. ربما تقول المؤشرات أن هذه التهدئة كانت من المتفق عليها وكانت معروفة ضمنيا بمناسبة عيد الأضحى، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق هذه التهدئة، ولكن يبقى الوضع في الجنوب اللبناني مرهون بشكل كامل وحتى وفقا للمعطيات الميدانية أو أيضا المعطيات السياسية مرهون بالوضع في قطاع غزة، وربما أيضا تضمن اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع أموس هوكشتاين إشادة كبيرة بالدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة باعتبارها أنها المدخل الأساسي أيضا للتهدئة ووقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني. يقول أيضا أن نقلا عن هذه الأخبار العاجلة، مبعوث الرئيس الأمريكي يشيد بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو يتسق مع ما نقلته عن المبعوث الأمريكي هوكشتاين. أخيرا أحمد، أنت ذكرت نقطة هامة فيما يتعلق بالاقتراح الأمريكي لإعادة التهدئة مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني، ما يتعلق بإعادة إعمار الجنوب. ما حجم الدمار الذي لحق بمدن ومحافظات وقرى الجنوب اللبناني جراء هذا التوتر المشتعل على الحدود؟ نعم، بالفعل دمار كبير جدا لحق بعدد من البلدات، وخصوصا مع اتساع دائرة العدوان الإسرائيلي وأيضا طول أمد العدوان. لأول مرة يحدث العدوان الإسرائيلي لمدة 9 أشهر متواصلة في الجنوب اللبناني، هناك العديد من البلدات اللبنانية على طول الشريط الحدودي تعرضت إلى دمار يصل إلى 90% من البنى التحتية وأيضا المنازل في هذه المناطق. ربما إحصاء مبدئي قابل للزيادة بشكل كبير أن هناك أكثر من 6000 وحدة سكنية في الجنوب اللبناني تعرضت إلى دمار جراء هذا القصف. هناك خسائر كبيرة في الأرواح البشرية، هناك أكثر من 415 قتيل جراء العدوان الإسرائيلي، هناك آلاف المساحات أو آلاف الأفدنة في الزراعية في الجنوب اللبناني تعرضت إلى دمار شامل، وربما هذه الأفدنة غير لن تكون قابلة للزراعة خلال الفترة المقبلة دون معالجات معينة جراء القصف الفسفوري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات اللبنانية والمستمر حتى الساعات القليلة الماضية. فبالتالي هناك خسائر كبيرة، وربما لبنان سيحتاج إلى دعم كبير جدا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول الشقيقة والصديقة للبنان من أجل معالجة تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني الذي طال الممتلكات العامة وطال أيضا منشآت البنى التحتية. كان هناك قصف عنيف جدا لعدد من منشآت البنى التحتية، كما سيتضمن أيضا أن دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني من أجل أن يتمكن من فرض سيطرته في الجنوب اللبناني ووفقا للقرار الأممي 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تضم أكثر من 10,000 جندي من 49 دولة على مستوى العالم. فبالتالي هناك جهود مكثفة للدول الصديقة للبنان من أجل دعم الجيش وأيضا دعم الأمن والاستقرار ودعم التنمية في الجنوب اللبناني مرة أخرى. شكرا جزيلا أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك.